خاصنا نشوفوا يوسنا ياك ما راحنا جالسين كنخربقوا في شي حوايج وراحنا ماشي كنخربقوا ولكن فينا اللي كيخربق وفينا اللي كي هاد التخربيق هذا كيزوقوا ويلونوا ويدير له الماكياج ويدير له ويبينوا لنا باللي مزيان. فملي كتشوفوا الاخوان كتسمعوا بودنيكم وزير العدل ديالنا وزير العدل ديالنا تيخرج اونفا غير بعد هذاك وزير العدل كونه ولا وزير العدل هذه مش مصيبه في حد ذاتها. فهمتي ولا لا؟ باش تردوا البال اش كنقول لكم؟ راه ولا وزير العدل حيت ما هضرتيوش ولا وزير العدل حيت ما صوتيوش على العداله والتنميه. ماشي نتوما كنهضر مع المغاربه. ملي كتصوت على اي شيء وتقبض 10000 ريال ولا 4000 ريال وتصوت ما تقدر تنتظر حتى الشيطان يولي لك وزير العدل. ملي تشوف وزير العدل ديالنا تيجي اش تيقول للمغاربه اش تيقول لهم؟ تيقول لهم انا غادي نحيد الصفه الاجراميه على العلاقات الرضائيه. المغاربه كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائيه؟ العلاقات الرضائيه هي ما يعرفه المغاربه بالفساد. واخا يكون الانسان كيمارس داك الشيء كيعرفوا باللي فساد. العلاقات الرضائيه هي العلاقات الجنسيه بين رجل وامراه بدون عقد شرعي وبدون زواج. هذا المغاربه اش كيسميوه؟ اش كيسميوه الخوان؟ لا اش كتسميوه انتم اللي باقيين هنايا؟ الفساد. الله تعالى كيقول ولا تبغي الفساد في الارض. هادو باغيين الفساد. والفساد شنو هو؟ هو عكس الصلاح. إذا كان عندك روبيني مزيان فهو صالح، إذا خسر فهو فاسد. هادو بغاو الفساد يصيب يعني الفلوكة كاملة وتغرق لا قدر الله. كيفاش هاد القضية هادي؟ لاش؟ حينتاش دابا ما كيدخل حد في حد ملي شي واحد كيمشي كيعمل شي مصيبة وهو مستور. ولكن هذا بغا هادو بغاو هاد الشيء بدا يوقع بالعلالي وما تدخلش الدولة. هذا هو أهم شيء. باغيين هاد الشيء هذا ما يبقاش يوقع تحت إطار القانون. فين غنوصلوا المغاربة؟ وتصنتوا لي مزيان اش تنقول لكم؟ فين غنوصلوا؟ غنوصلوا لا قدر الله أنك تشوف ولد بنتك أو لا ولدك كيمارس الفساد وما تقدر انت لا تهضر لا تتكلم. الا هضرتي ولا تكلمتي تقدر تمشي للحبس. ولدك او بنتك. في كندا واحد المغربي جا عنده واحد فهمتيني ولا لا بلا ما نقول اللون ديالو قال لي خرج لي بنتك. قال لي ما نخرجها لكش. مشى جاب ليه بوليسي قال لي هذا السيد جا لعندك قال لي خرج لي بنتك. قلت له لا. قال له اياه. قال له عندك جوج ديال الحلول، يا اما تدخلوا عندها يا اما تخرجها عنده. ما بغيتيش تمشي للحبس. ضحكوا الفلاح ضحكوا مع ريوسكم باش تعرفوا روسكم اش جايكم. ها الفلاحه ها ميمتي يا ميمتي فين الرجله وفين الشهامه والغيره؟ داك الشيء كلشي ديالك غتمشي تخبيه في الدار وتسد عليه في شي بيت وتولي. واحد فرنسا الله شاهد عليا هو عاود ليا قال لي واحد المغربي واحد المغربي جابوا على العائله ديالو كلب للدار. قال لهم ما تجيبوش كلب راه الملائكه كتخرج الا جبتيو الكلب. مشاو شكاو به جاو قالوا لي البوليس عندك جوج الاختيارات يا تقبل الكلب يا تخرج انت يبقى الكلب. تصفيقات حرة على الكلب هي هذه. انا دابا تنهضر معاكم قلت لكم في الاول باش تبقاو عاقلين على كلامي. راه ما بقيتش صغير والاعمار بيد الله. تيخصني تنقول لكم راه دابا بحال كل مره تكلمت معكم راني كنزيد نوصيكم وصيه مودي قد تطول سنه او 10 سنوات الله اعلم. ولكن هذا الشيء اللي تنقول لكم راه هو اللي كاين. شنو كيعنيو بهذه العلاقات الرضائيه؟ كيعنيو انه الرجل اذا لقى راجل مع امراته او المراه اذا لقت امرأة مع رجلها
ما تدخلش الدولة، ما يمكنلاش تمشي عند وكيل الملك تقول له راه كاين عندي الفساد في الدار صيفط معايا البوليس، ما يمكنلوش يتدخل. خصك بيناتكم واش غادي نديروا دابا؟ لا قدر الله هذا الشيء تيوقع، يقدر يوقع، ندور نقتلوا بعضياتنا. الرجل اللي قتل مراته يقتل اللي معاها ويمشي للحبس، واللي قتلوا الاخر يمشي للحبس، كيفاش غنديروا لهذا الشيء؟ هذا الشيء اللي وقع في فرنسا دابا دابا دابا. كل يومين تقريبا، كل يومين كتقتل المراه في فرنسا رسميا، بمعنى كيوصل الخبر ديالها، حيت اللي كتقتل ما كيوصلش الخبر ديالها، الله اللي عالم به. كتقتل المراه فهمتيني، ولا كيسميوها لو فيمينيسيد، وتيخرجوا يديروا المظاهرات ضد هذا الفيمينيسيد بحال انسكتيسيد، بحال لا بغيت تقتل الحشرات كتخدم الانسكتيسيد. دابا القتل ديال النساء هو كاين في المغرب، ماشي ما كاينش، ولكن شحال كنسمعوا في العام كامل؟ حاله جوج ثلاثة أربعة. فرنسا دابا 140 حتى 150 حاله في السنه رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي وقع فقط ضرب والجرح درجه الاذى. طيب احنا فرضنا هذا الشيء هذا وقع، شنو غتكون النتيجه ديالو؟ النتيجه ديالو بطبيعه الحال الطلاق. والطلاق شنو هو الطلاق؟ الطلاق هو تشريد الاسره، هو الاولاد غادي. دابا على الاقل كاينه الدوله كتقدر تمشي تشكي عند وكيل الملك الرجل ولا المراه، وكتدخل الدوله وكتعتقل اللي غتعتقل، وكتحاكم اللي غتحاكم، وكتطلق اللي غتطلق. تيبقى داك الشيء محدود، كيبقى مفهوم في الذهن ديال الناس باللي هذا فساد. اليوم كنشوفوا ناس كيجيو لعندنا للمغرب تيطالبوا بالحق في الخيانه الزوجيه، والمغاربه ساكتين. علاش ساكتين؟ ساعرف علاش ساكتين؟ خايفين ياك؟ واش خايفين ولا ما فاهمينش ولا بجوج؟ قال لك واحد السيد كيصلي بالناس وما حافظش القران مزيان، كيكحب حيت ما حافظش القران، كيغطي على داك الشيء. ملي كمل قال لي واحد، قال لي واش عيان من صدرك ولا من القران؟ قال له منهم بجوج. ما نبقاش نعاود لكم النكات، ما كتفهمونيش الله يهنيك. انا نعاودهم لكم، الا ما فهمتوش فهموهم اللي مشيو لديوركم. فخاصكم الاخوان تعرفوا شنو واقع في بلادكم. هذا وزير العدل، يا للاسف. ومشى تيجيب لنا واحد الفقيه، فهمتيني ولا لا؟ غير البارح هو سلفي متشدد كيسخر منا حنا اللي كنا في البرلمان، ومن بعد طمعوا هذاك المصيبه ديال فاس. بلا ما نقول لكم السميه ديالو، غير نقول المصيبه ديال فاس غتفهموا شنو هي المصيبه ديال فاس. معروف ياك، لان قلت لهم انا ملي ولا مولاي ادريس رئيس ديال مدينه فاس، خاص اهل فاس كلهم يخرجوا يصليوا صلاه الشكر، غير اللي خلصهم من ذاك المصيبه اللي كانت تمايا. انتم فهمتوا دابا مزيان. هذاك المصيبه ديال فاس طمعوا، قال له راه انا غنمشي للبرلمان وغنولي رئيس البرلمان، اجي انت كنت ثاني معايا باش ملي نولي انا رئيس البرلمان انت ديك الساعه تولي برلماني. والدور الحركه عنده، لان كان في الحبس وخرج من الحبس، فهمتيني ولا لا؟ القضيه عنده عيانه الى اخره، الله يرحم ضعفنا. مشى معاه هذاك ولا برلماني، كان كيتسنى يولي رئيس ديال البرلمان. لا كان بغي يولي رئيس البرلمان، لانه النهار اللي وقع البلوكاج، النهار اللي جات 7 شتنبر 2016، واش عقلتي على هذا الشيء ولا؟ ملي كانت عندنا 107 ولات عندنا 125، حيت قلت لكم قبيله في هذاك الكلمه اللي دوزوا الاخوان، قلت لكم الا نجحنا مبارك مسعود، ما نجحناش نمشيو في حالنا، ولكن الغريب هو اننا نجحنا ومشينا في حالنا. هذا من قال لك ما دمت في المغرب فلا تستغرب، في الدول الاخرى كلها هي الا نجحتي كتبقى، في هذا المغرب الا نجحتي كتمشي. مبارك مسعود اسيدي، احنا مشينا، اش درتي ومن بعد منا؟ بعد داك الشيء اش داروا هذوك المتآمرين الاربعه ديال المتآمرين؟ تجمعوا منهم هذه المصيبه ديال فاس،
قالوا حنا غنرفضوا هذا المنكر، ما غنكونوش مع الحكومه، بغاو يجبدوا المصحف ويحلفوا عليه، علم الله شنو كانوا كيشربوا تحت منه على حساب اللي بلغني. انا كنقول لكم غير داكشي اللي بلغني، كلشي هادشي راه ماشي فهمتيني ولا هو تيقول بنفسه بعض المسائل من هادشي. قالوا ما قال له طيب حنا بنكيران غنرفضوا غادي تعين حكومه اخرى. ديك الساعه راه يلاه السبت الجمعه خرجت النتائج، السبت قال له ما داك المصيبه ديال فاس. قال له شكون اللي غيكون رئيس الحكومه؟ قال له داك المصيبه ديال الحسيمه انا. عرفتي المصيبه ديال الحسيمه ولا ما عرفتي؟ صافي دابا ندو نهضروا غير بالمصائب، مصيبه الحسيمه، مصيبه فاس، مصيبه الاتحاد الاشتراكي. الحمد لله دايرين بنا غير المصائب، فهمتيني ولا لا؟ قال له شكون اللي غيكون رئيس الحكومه؟ شكون اللي غيكون رئيس البرلمان؟ قال له واحد المصيبه اخرى مخفى واحد شويه. يعني راه هي قريبه منكم ماشي بعيده، فهمتيني ولا؟ عرفتي وتايا؟ وتتخرجوا قولوها لبعضياتكم. ماشي بعيد ياك بالجهد، ماشي بعيده من انت القضيه باينه. لا ما بعيداش. بعيده 40 كيلومتر. وهو ينوض لي هذاك الشباط، نوض لي دابا صافي القضيه تفضحات صافي. ناض قجو وضربوا، كانوا غير يضربوا باليدين، لان كان كيتسنى هو يولي رئيس ديال البرلمان. ومشى كيجري عند السي محمد بوسته الله يرحمه. قال لي السي محمد بوسته سير خلط على السي بن كيران، سير تمسك بالسي بن كيران. هي فجل عندي ما نعرف، يمكن درت غلط انا، لان هذاك السيد قال خاصو مادام هو مصيبه يبقى مصيبه في اتساع. لانه ما عنده على شيء. انا مع الاسف يمكن السذاجه ديالي قلت انا مادام هذا جال عندي شنو ما دار الله يسامح صافي دابا. وعندي يمكن راه خصكم ديروها في بالكم، راه حتى انا ماشي حتى اللي حتى انا راني شي شويه هاد الشهاده بقى السي الفقيه ديال السلفي سابقا بقى كيتسنى يولي نائب برلماني. هذاك البالا شاف القضيه ماشي هذيك، جمع قلعو مشى لتركيا، هرب تما بقى 4 سنين، شاف القضيه حامضه والملفات غيتجبدوا وداك الشيء، وكيتسنى هذا اللي هنايا باش يولي نائب برلماني الاخر يقدم. ما قدمش استقالته وبقى كياخذ داك 3,300,000 فرنك ديال نائب برلماني كتمشي له للحساب ديالو، حتى جا الوقت عاوتاني فهمتيني ولا لا، باش ربما احتاجت له شي جهه من الجهات وقالت له غيدخل شي بس ما كاين فهمتيني ولا لا، وعاود رجع. بقى هذاك غير كيحنزز، مشى معاه باش يولي نائب برلماني، ما ول هذاك ما ولاش رئيس برلمان، هذاك ما ولاش ما رجعش نائب، عاوتاني غير الطرح ومشى البام زعما غيواجهنا، زعما هو زعما فقيه غادي يعرف يواجهنا حنا فقهاء. ولكن شتان بين النائحة التكلة والنائحة المأجورة. حنا هادشي اخويا جينا ليه من النهار الاول بالنية والسذاجة باش نخدموا بلادنا، ماشي باش نوليو لا نواب في البرلمان ولا وزراء ولا رؤساء جماعات ولا رؤساء حكومة. هادشي كله ما كانش في البال ديالنا نهائيا. راه الله شاهد، من النهار اللي جينا اللي بغينا ندخلوا الانتخابات ديال البرلمان كنقول الاخوان يكون منا غير شي واحد في البرلمان غير يقول لهم الله يخليكم الا بغيتوا تذبحوا هاد الناس ذبحوهم بشويه ما تكرفسوش عليهم بزاف. هذه هي الحقيقه. هي قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. هادشي حنا بغينا نقول لهم ربي الله في مجال السياسه، لانه في السياسه اذا لم تقل ربي الله ومعنى ربي الله غادي تمشي البلاد الهاوية، غادي تمشي البلاد لطريق الشيطان. وهذا الشيء هو اللي بدا كيوقع، هذا الشيء دابا اللي بدا كيوقع. باش نتوما المغاربة كنهضر معكم كمغاربة مواطنين عاديين موجودين في الحقل، موجودين في المصنع، موجودين يعني في التجارة، موجودين في البيت،
راه هذا الشيء هذا ما عندوش حدود، وماشي دابا غتولي غير العلاقات المثليه. حلوا عينيكم، شتيو هذاك الرئيس ديال روسيا كيتحارب مع امريكا ومع اوروبا وتيبرر الحرب ديالو معاهم، تيقول لهم هادو راه هما ما تلاوش باغيين الرجال يتزوجوا بالعيالات، هادو راه تلاو باغيين الرجال يتزوجوا بالرجال والعيالات يتزوجوا بالعيالات. ولكن انتم عمركم هادشي ما طاح عليكم، عمركم سمعتي هادشي؟ حشمتي وقيل حشمتي وتنجبد انا هاد الهضره. اللهم نقولها لكم دابا، ولا يجي الدري غدا عندك ويجيب معاه صاحبه ويقول لك ابا راه هادي مراتي. اولا تجي عندك البنت وتقول لك ابا راه هادي راه هادي راجلي. عقلوا على هذا الكلام. راه هذا الشيء اللي تنقول لكم راه بدا كيوقع في المغرب. راه كاين واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال الحالات ديال الناس اللي مشاو باش يتزوجوا الذكر مع الذكر والانثى مع الانثى، وهذا الشيء هذا وراءه عالم. هذاك الرئيس ديال الولايات المتحده قال لهم نحن امه مثليه. ما معنى مثليه؟ واش كتعرفوا هذا الشيء ولا لا؟ مثليه يعني كندافعوا على الحقوق ديال الشواذ. حنايا الشواذ هادو اللي كيمارسوا الفاحشه بين الذكور والذكور والاناث والاناث، دائما كانوا في المغرب. ولكن كان بنادم مستور وكان بنادم حشمان، ولا بغيتي تعير شي واحد كتقول ديك الكلمه اللي بلا ما نقولها لكم. دابا ولا افتخار. مالك اخويا؟ اش بلاك الله ضرك زلافتك؟ واش بلاك الله وجيت تفتخر علينا؟ راه هادشي هذا جاي الاخوان. الا سكتيو اليوم على هادشي اللي بغى يدار راه جاي. وهادشي هذا وزير العدل كيقولوا بصراحه، طبعا كيبدل السميات، العلاقات الرضائيه ما نعرف شنو، ما كاين لا علاقات رضائيه لا والو. وهادشي راه خطر عالمي، وكاين جهات راه كاين اكثر من هادشي الاخوان. دابا خصكم توعاو باللي كاين تيار في العالم. بالمناسبه راه كاين دابا على الاقل الفرنسويين بداو شي وحدين فيهم تيغوتوا تيقولوا اللهم ان هذا منكر، وتيقولوا الدراري ديال 4 سنين وخمس سنين في المدرسه تيعلموهم الفساد، تيعلموهم العلاقات الجنسيه. جا 4 سنين ولا 5 سنين تعلم الدري العلاقات الجنسيه؟ شنو هذا الشيء هذا؟ 4 سنين ولا 5 سنين اللي قال لهم واحد، قال لهم كنا كنلعبوا يعني ضامه، كنا كنلعبوا شريطه، كنا شنو هذا الشيء دابا ولاو الدراري كيعلموهم هذا الشيء وتيعلموهم؟ راه واحد السيد صديق ديالي النهار اللي بدا هذا الشيء في فرنسا جمع مراته وولاده ودخل في حالته للمغرب، الا ما لحق عليه داك الشيء لهنا للمغرب. فخصكم انتم هذا الشيء هذا يعني تكونوا واعيين به. ودابا ولا اكثر من هذا الشيء، دابا عند الاوروبيين والامريكيين تيقول لك ما كاينش ولد ولا بنت، كاين مخلوق بشري، وهو اللي عارف راسو واش هو ولد ولا بنت. تيجي عندك الولد عنده 5 سنين تيقول لك بابا انا ما كنشعرش براسي ولد، انا كنشعر براسي بنت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندكش الحق تقول له شي كلمه ولا تغوت عليه ولا تضربه. قال لك تشري لي الحوايج ديال الدريات، تشري لي الحوايج ديال الدريات. قال لك تبدل ليه الجنس، دابا تنهضر معكم كتقول له هذا السيد كيرا واش تيخرف علينا. قال لك تبدل ليه الجنس، تمشي تبدل ليه الجنس واخا صغير. ما معنى تبدل ليه الجنس؟ يعني تدي الكلينيك وتخلص عليه الزبال الفلوس، الا كان ولد يردوه بنت ولا كان بنت يردوه ولد، على حساب شنو كاين الشعر هو. هاد الشيء هذا في بريطانيا هذه 10 سنين بدات كلينيك وحده كديرو، دابا كاين 50 كلينيك كديرو، 50 كلينيك. وفي امريكا دابا كاين 100 كلينيك كدير هاد الشيء هذا. فين غاديين؟ وطبعا هذوك الدراري اللي تيبدلوا لهم مساكن الجنس ديالهم، الاول اللي بدا هاد الشيء هذا جوج ديال الدراري تعدى عليهم واحد المجرم انتحروا بجوج. كاين اللي من بعد كيتنادم معاه الحال كيبغي يرجع تيلقى داك الشيء صعيب ولا ماشي ممكن، كينتحر. كاين اللي كينتحر كيبقى في ديك، كاين اللي كيبقى في ديك الحاله. كاين حنا غاديين للضلال وغاديين لطريق الشيطان، والله تعالى كيقول على لسان الشيطان الرجيم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا يبتكن آذان الأنعام. هؤلاء هذا الإخوان انتم مسلمين
وكتامنوا بالله وكتامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكتامنوا بالملائكه وكتامنوا بالجن وكتامنوا بالشياطين. الشيطان اليوم يحكم هذا التيار، وهذا التيار له وزن وله اعلام وله سلاح وله، ويفرض هذه الاشياء على الشعوب والامم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.